في الحقيقة سميته الهدف ما كانش بأن هو أنا نمثل زيرياب، يعني بثلاثة بينا كل واحد كيعاود القصة بواحد الطريقة ديالو، وكنحكيو القصة ديال هذا السيد زيرياب، يعني كل واحد غادي يمثل زيرياب بواحد الصفة، وأنا كصفة ديالي ديال الموسيقي في هذه المسرحية، وحاولنا نمشيو على واحد العدة ديال الآلات الموسيقية كالعود والجيتار، يعني الجيتار كلاسيكية والجيتار الإلكتريك حتى هي، باش ماشي جوستومون نعطيو داك حيت الانسان ملي كيسمع زيرياب صافي كيسمع الموسيقى الاندلسيه او الفلامينكو، دونك حنا ما بغيناش نعطيو يعني الانسان داكشي اللي كيعول عليه، بغينا نحاولوا نفاجئوه شويه، وداكشي اللي كنهضروا على زيرياب وهو التراث اللي خلاه، يعني والجيتار الكتريك هي يعني زعما الموسيقى ديال العصر ديالنا، بغينا حتى هي نحاولوا ندخلوها في المسرحيه، باش ماشي نقولوا غير داكشي ديال الماضي غيبقى في الماضي، يعني كنحكيو القصه ولكن كنحاولوا نحطوها في السياق ديال هذا القرن هذا اللي كنعيشوا فيه. السيد المدير الميتور اون سين دانيال سان بيدرو عطانا واحد الحريه في التعبير ديالنا كموسيقي او كممثل او كهذا، باش كل واحد يعطي يعني الراي ديالو، ونهضروا ونشوفوا كيفاش نقدروا نقدموا هذا العمل هذا. كاين واحد المشاركه بسيطه، يعني باش كيفكروا بان راه كاملين كلنا بثلاثه كنعملوا دور واحد، ولكن يعني في بصفه عامه غتكون الموسيقى ايه ان شاء الله، علاش لا؟ حيت كما قال السي دانيال هو دار هذه التجربه هذه في فرنسا في واحد الوقت اللي كانت يعني النمط السياسي وهذا كانت القضيه شويه صعيبه، وهو مشى عند لي جون اللي عايشين في دي كارتي شويه دي فافوريزي وهذا، باش يحكي لهم هذه القصه. هاد زي القصه ديال زيرياب هي القصه ديال التعايش وديال المعامله الطيبه اللي كانت ما بين الديانات بثلاثه في هذاك القرن، وحنا كنحاولوا نحكيوها باش الناس يكونوا واعيين بهذه القضيه، وشفتوا في المغرب، حيت حنا في المغرب الحمد لله ما كنعانيوش بهذا المشكل، ومن ديما عندنا ثلاثه ديانات ديما عايشين بعضياتهم، قرينا عليها والدينا قراو عليها وجدودنا قراوها لنا، يعني حنا عندنا كمغاربه مساله طبيعيه، غير كنحاولوا نفكروا الناس بداك الوقت كيفاش كانت باش يعرفوا منين جايين. حتى قصه زيرياب راه هي قصه ديال التاريخ المغربي، حيت التراث الاندلسيه كما كتعرفوا هي اللي خلات زعما تاريخ المغرب، وزعما تعرف بها المغرب، ومدن كبيره كفاس كمراكش كهذا كلهم عندهم هذاك التاريخ ديال داكشي اللي كان في الاندلس في القرن التاسع والعاشر والاحدى عشر.